تابعين معكم أصدقائنا المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا. ومسك الختام راح يكون مع الشاعر والنحات والرسام توني معلوف. أهلا وسهلا فيك توني، صباح الخير. يا أهلا فيكم، صباح الخير. شكرا لوجودك معنا. نحن سوا لنحكي عن معرض لألك بي جاليري إكزوت، كان مفروض يخلص بكرة بس أنتم بدكم تمددوه كم يوم نظرا للإقبال الكبير. صحيح. خبرني عن هالمعرض أكثر، عنوانه وعن لوحاتك. المعرض بي إكزوت بعنوان تراست ذا بروسيس بيتضمن 19 لوحة مع 4 منحوتات. نعم. المعرض مبلش من 21 شهر. مبدئيا لازم يكون بكرة آخر يوم، بس مثل ما قلتي حضرتك جددناه كم يوم زيادة. المعرض بيحكي بالمبدأ خلطة الألوان والمنحوتات هي موجهة رسالة للنساء بهالشهر هيدا اللي هو شهر بخصهم كتير. نعم. مشان نعطيهم الأمل والقوة إنهم ينتبهوا على حالهم، يعملوا فحص مبكر. 19 لوحة هني كمان رمزيين لأنه 19 شهر، والمنحوتات في منحوتة منهم خاصة جدا بالمرأة. نعم. كمان ما بعرف إذا عم يرقصوا. إيه أكيد عم يرقصوا ارتباعا، عم نشوفهم شوي شوي. هيدا المعرض حقيقة، المعرض بإكزود هو معرض ضرب اثنين. مع إكزود والإكيب تبع إكزود شغلة كتير حلوة، شغلة بترفع الراس، وجماعة بيعرفوا يشتغلوا صح، ألبوم كبير، وإن شاء الله منلاقي النتيجة اللي منتوخيها. توني، هيدا المعرض الفرد الثاني لألك، خبرنا شو في فرق برأيك بين أول معرض أنت قدمته وهيدا المعرض؟ هلأ أول معرض أنا قدمته من شهر ونص تقريبا، كمان فردي، كان بالبترون بدار المنى. بالمعرض الأول كان عدد اللوحات أكبر، كان عندي 63 لوحة و13 منحوتة. نعم. هلأ هون أقل. هلأ التجربة هي أنه نحن تعودنا نعرض بشكل يعني مجموعات، دايما بالمجموعة اللوحة مثل السكر بقلب الشاي بتدوب، يعني ما حدا بياخذ نتيجة إلا أنه هي المشاركة. نعم. بس أكيد المعرض الفردي له طعم غير، له أسلوب غير، وله نتائج غير، لأنه المعرض الفردي بيخلي الناس تشوفك وحدك، ما تشوفك مع حدا تاني، مع احترامي للكل أكيد. بتخلي هالنمط اللي الرسام بده يفرجيه أو النحات أو أي فنان، بتخليه يوصل مساج للناس بطريقة أهون وأسرع بعتقد. الرسام قديش في وصل الرسالة من خلال الريشة، من خلال ريشته، من خلال قلمه، من خلال أفكاره، قديه بتكون أسهل أنه يوصل الرسالة من أنه يمكن يوقف ويعمل خطاب، يضل يعمل خطاب ساعتين وما توصل رسالة؟ قديه بالريشة بيقدر يوصل هالرسالة بأقل خسائر ممكنة؟ هو إيصال الرسالة بكل الأنواع لازم يوصل من وراء شطارة الشخص اللي عم بيقدمها. نعم. يعني إن كان على المنبر لازم يكون إنسان منبري موضوعي، يعرف شو بده يحكي. بالرسم هي لعبة الألوان، هي اللي بتلعب دور كتير مهم، يعني هي اللي بتحاكي هالشخص التاني اللي واقف قدام اللوحة، غير عأنه نحن حاطين عنوان ولا مش حاطين عنوان. يعني اللوحة بس نحط لها عنوان بتأثر إيجابيا بالشخص يمكن أكتر ما تكون بلا عنوان ويقف قدامها. هلأ لوحة واحدة مش ممكن توصل فكرة الرسام لحدا أو شو بده يقول الرسام، بعكس القصيدة. القصيدة أكيد وقت اللي بتنقال القصيدة بتكون معبرة لأنه فيها مفردات وفيها كلمات، بس وقت تكوني عم تحكي بلوحة اللي هي فيها لون، وأنا بشتغل أبستري، يعني ما بشتغل لوحة واضحة المعالم تقدر تحكي أو ما تحكي، تجريدي بقى. مشان هيك في عين، يعني العين هي بدها تقرأ. الإحساس باللون بيكون أكتر شيء، بخلطة الألوان، تكنيك الشغل،
واجمالا في ناس بحسهم بيتفاعلوا مع اللوحه يمكن اكثر من الكلمه. ايه بس في كتار بيقولوا انه هيدا النوع من الرسم بالتحديد يعني الابستري يعتبر صعب اكثر من غيره لايصال الرساله، يعني يمكن حدا يوقف قدام التابلو وما يعرف شو بتعني هالتابلو، او يمكن مبلا يوقف قدام التابلو وحركه صغيره تعني له اشياء كثيره، هل هو اصعب كفن من غيره من الفنون الاخرى بالرسم؟ ليك هو ما في فن اصعب من فن، هي كل الفنون صعبه. مشان هيك في مدارس وجامعات ومعاهد للفنون. ما في فن صعب، وانما الفن بيصير من مع الممارسه، هو يا فن هين يا فن صعب. يعني اليوم الرسام المخضرم ما بيلاقي في شيء صعب، اما اللي عم يتعلم رسم ايه اكيد صعب، يتعلم التكنيك وبده وقت والى ما هنالك. مشان ما في فن اصعب من فن. يعني اذا الرسام بده يغني اكيد فن الغنى صعب لانه صوته منه حلو، وبنفس الوقت اللي بده يغني اذا بده يرسم وما بيعرف يرسم اسمه فن صعب. يعني الفن منه صعب على صاحبه، منه صعب على اللي هو فنان دارس او فنان بالفطره او هالامور هيدي، انا بعتقد لا ما في. والفن هو من ابسط الامور واهون الامور بالعالم، لانه كثير بتتعلق بالاخلاق وبالرؤي وبالمحبه وبهالامور هيدي. مشان هيك حلو الانسان يوصل فيها لمطرح اللي بده اذا كان اكيد انسان بحب وواعي وماشي حاله. توني انت شو بدك من الفن؟ شو بدك من الريشه والقلم واللوحه واللون والفكره والانسجام بيناتهم؟ اي فكره بدك توصل؟ انا اجمالا كتاباتي كلها عم نحكي شعر بتتناول موضوع بخص المراه، ان كان بالحب وان كان بالعشق وان كان باي شيء ثاني. اليوم الرسالة بتتغير، يعني اليوم أنا ما فيي أعمل رسالة اليوم توجهها للناس وهالرسالة تعيش سنة واثنين وثلاثة وأربعة، هي ما في شيء. يعني مش عم بعمل كتاب أنا منزل للعالم تقراه وتمشي على أساسه. نعم. الفن لازم بكل فترة من الفترات يكون توجهه على موضوع معين، على موضوع بدق بالناس، بهم الناس، بخص الناس، إن كان موضوع صحي أو موضوع وطني او اي موضوع تاني. مشان هيك انا بالنسبه لي يعني رسالتي اول شيء عندي رساله لالي انا، يعني بمجرد ما اكون فنان يعني انا عم بعمل رساله لالي انا، يعني انا عم بعمل شيء منيح مع حالي. هلا بس اعرض فني للعالم ان كان بالشعر او بالنحت او بالرسم، في ناس بيقبلوا فني، يمكن بيفتح لهم عقلهم على شغلات معينه، يمكن بينبسطوا بيلاقوا فرح انه يحطوا لوحه من شغلي عندهم بالبيت، يمكن بيلاقوا فرح انه يكون عندهم كتاب من كتبي عندهم. يعني اليوم رساله من الفن انا برايي كل يوم بتتغير، طالما كانت هي رساله محبه وخير وما فيها شيء مضر، هي كل يوم رساله. خلينا نقول رساله الفن هي رساله متجدده باستمرار. في وقت معين بيكون لك فيه حافز اكثر للرسم؟ يعني انا بسمع كثير من الفنانين اللي مستضيفهم عبر يوم جديد بيقولوا لي مثلا نحن خلال ساعات المساء بنرسم اكثر، نحن عند طلوع الفجر بنعطي اكثر، نحن لما نكون حزينين فرحين. انت عندك حاله من هول الحالات بتدفعك انك ترسم اكثر، انك تعطي اكثر، انك تحس بالشيء اللي عم تعطيه وتترجمه عبر اللوحه اكثر؟ هو بالحقيقة أنا يمكن بشتغل بالعكس. أنا ما بنطر إني يكون بمود تأرسم أو أكتب. يعني أنا بخلي اللوحة هي تخلق لي مود. يعني هي تخلق لي هالشعور الحلو اللي يعني بس تنتهي اللوحة هو هذا الشعور اللي أنا بفتش عنه. يعني ما بنطر أكون حزين تأرسم ولا أكون مبسوط تأرسم ولا أكون ضجران تأرسم. أنا بعتقد أنا بالنسبة لي العكس، يعني وقت اللي ببلش ارسم ما بيكون عندي مزاج حزين ولا لا، بخلي هالشغل اللي عم بشتغله انا هو يوصلني على هالمزاج اللي بخليني حس باللوحه بس تخلص، او ان كان بالقصيده اللي بتنكتب. لانه دائما مثل اي شيء كل شيء له مطلع. يعني اليوم وقت اللي بنكتب نحن شعر المهم يطلع المطلع، يعني متى طلعت اول كلمتين بالقصيده بتكر كلها ورا بعضها. انا من النوع اللي ما بحط عنوان
لقصيدي او بقول بدي اكتب اليوم عن هالموضوع الفلاني الفلاني، وبنفس الشيء باللوحات. يعني ولا يوم حطيت لوحه قدامي وقلت انا بدي ارسم هلا هيدا المنظر او هيدي الرسمه او لوحه يطلع معناها 1 2 3. يعني دائما بنخلي، انا بالنسبه لي بخلي الامور تمشي وتخدني لاكثر مطرح في فرح وفي حب للون وحب للكلمه. كونك شاعر ونحات ورسام بنفس الوقت بخلي العمليه تكون اسهل عليك بايصال الفكره اسرع؟ مش ضروري، مش ضروري ابدا. وانما اليوم حتى الفنان اللي بيكون بس فنان رسام تقريبا بتكون كل حياته فن. يعني بيكون بيلبس بفن، بيكون بيحكي بفن، بيكون يعني دائما دائما الفن، الفن هو بيكون شامل. هلا بيكون يمكن هوايته الثانيه للفنان، يعني اذا هو رسام وعنده هوايه النحت وعنده هوايه الكتابه، هودي اثنيناتهم بيكملوا هالشغله الفنيه اكيد، وبس يجتمعوا ثلاثتهم اكيد بيعطوا نتيجه اكثر، والفنان بصير يبرع لانه بصير يشوف الامور من ابعد مما يشوفها بس اذا هو بيرسم. لانه النحت هو حركه تشكيليه كثير حلوه، هو اعتماد على الفكر، على العين، على الاصابع. الكتابه كمان فيها فكر كثير واسع، الرسم في عين، في الوان، يعني بس يجتمعوا ثلاثتهم انا بعتقد بصير الفن مش احلى، بصير ارق. يعني بصير مرهف الاحساس اكثر، مرهف الاحساس اكثر. توني معروف شاعر ونحات ورسام، شكرا كثير لوجودك معنا لليوم، موفق ان شاء الله، ودائما ان شاء الله بنشوف معارضك بالربوع اللبنانيه. اهلا وسهلا فيك. ميرسي لكم، نهاركم سعيد ان شاء الله، ونهارك اسعد. لهون اصدقائنا بنوصل الى ختام فترتنا الصباحيه، يا رب نكون قدرنا نقدم لكم المهم والمميز والمسلي بذات الوقت. بكره انا، لا بكره مش انا، كنت عم اقول لكم انا وإلي، فكره بكره السبت. بكره اكيد زملائي بيوم جديد بيرجعوا بينضموا لرفقتكم، مع تمنياتي انه هالشتوات هيك تتقبلون بكل روح طيبه، ولو كان في شويه عواصف وشويه شتاء هيدا كله خير. انا بوسكن وبودعكم على امان اللقاء. الى اللقاء.